دينا، انا قبل كده سالتك السؤال ده، قلت لك انت يعني جيتي للستار اكاديمي او ايه الحاجه اللي كان نفسك فيها، يعني شهره، حب ناس، فلوس، اي حاجه، قلت لي انا جايه عشان ماما. هسالك السؤال ده تاني، يعني انت بس يعني كل نفسك تحققيه من الستار اكاديمي ان انت بس جايه كده عشان كده؟ لا، هو ده كان حلم ماما ده اولا. ثانيا اكيد لو خرجت هكمل، لاني حرام بعد ما بعدت عنها الفتره دي كلها وسبت مسؤولياتي في البيت ده كله، لازم اعمل حاجه كبيره عشان اعوض اللي انا سبته. يعني نفسك تعملي ايه بعد ستار اكاديمي؟ يعني اكيد هشتغل على نفسي، يعني اكيد هعمل اغنيه، اكيد اكيد هشوف يعني شغل اللي يكون اعلى من الشغل اللي انا كنت فيه. اكيد هشتغل نفسي وادور حلمها واسعى، يعني اسعى اكتر ما انا بسعى ان شاء الله. يلا انيس، انا بدات من هنا على طول. انيس الاول خش مره وزعله من بعض. ليه يا حبيبي كده؟ عايز اخرج سيدي. اوكي اتفضل. دينا مرات شخص لما يوسف في حاله كتير فكر انه دايما انت صار لك هذا الشيء، وبعدين بيغلط فكر انه معها، بس هو يغلط نفسه. لا، هي ما بتبقى ثقة. أنا صار معايا الشيء ده بس ما كانش ثقة في نفسي. لا، ببقى واثقة إن الموضوع أنا، لا أنا ما عملتش كده، ما غلطش نفسي. بتحصل معايا كتير بس مع أمي، مش مع حد بره. يعني دايما ما بغلطش نفسي مع اخواتي وماما في البيت، بس بره ممكن. ما حد بره، دايما بعترف بخطئي، انما جوه البيت لا، بقدر اجي عليهم يعني، لا انا ما عملتش كذا، لا بقدر اتناقش معاهم، انما بره البيت لا ما بقدرش. كم مره في حياتك حسيتي ان انت مثلا غلطتي في حد او ضايقتي حد مثلا وما اعترفتيش بده او ما قلتيش مثلا في حياتك؟ غلطت في شخصيه يعني؟ غلطت في حق حد مثلا بس ما عاتبتهوش يعني، او ما قلتلوش ان انت غلطتي، او ما اعترفتيش بده، او ما اتكلمتوش في ده؟ كم مره غلطت؟ مره واحده قبل ما اجي. ما غلطت في حق شخص وما قدرتش اوصله ده، يعني ما قدرتش اتواصل معاه، على اساس مش ما قدرتش اتواصل معاه، كان في امكاني اتواصل معاه او اكلمه في التليفون مثلا، اقول له انا غلطت في حقك او ظلمتك في حقك. كله حبيبي، بس اكيد لما ارجع اكيد هتواصل معاه وهقول له، يعني هقول له ان انا ظلمتك. بس لو مره كنت حابه الانسان قوي مثلا، يعني فوق ما تتخيلي، تعلقتي بيه لدرجه مش طبيعيه، بس هو خذلك في حاجه، هتفضلي تحبيه ولا هتكرهي ولا ايه؟ هتعملي ايه؟ هيكون ايه موقفك مع الشخص ده؟ مقدم اسئلتها في الحب لسه لا، ما هو انا مش عارف، انا مش لاقيه اسئله اسالها يعني صراحه. في ايه يعني؟ بجد مش بلاقي حاجه في المطبخ. ناسي حنان. ايوه، انا عندي حاجه مميزه جدا بالنسبه لي، يعني بسامح بكل سهوله، يعني متسامحه ماشيه كده هباء في الدنيا. معلش انا اسفه. اوكي، لو هو جه اعترف لي بخطأه طبعا مش بشيل، لا خالص، انا من نوع مش شايل خالص، بالعكس بنسى، ما بفتكرش اصلا الموقف حصل امتى وازاي، وممكن ما اكونش واخده بالي من الموقف كمان. متسامحه. لو حد بحبه قوي وخذلني، ما هو على حسب الموقف خذلني ازاي. طيب يعني مش يروح يكون خذلك في ايه مثلا؟ يعني خاني مثلا، انت كنتي مثلا بتقولي مستحيل يخذلني في الحياه. بصي، انا اكتر حاجه بكرهها في الشخص اللي يعني بحبه ان هو اقول لك ايه، مثلا لما اكون قاعده معاه ما يعمليش اعتبار، يعني لو مثلا اكون قاعده انا وحنان ويفضل مع يعني مع حنان بطريقه مش لا، يعني انا من النوع اللي بحب لا الاهتمام كله ليا، يعني انا كل اهتمامي ليك، فانت لازم اهتمامك يبقى ليا انا كمان، زي ما انا ليك زي ما انت ليا.
فيغزلني ان هو مثلا ما يديش اعتبار في في في, الحياة في حياته عامه، لا بتضايق. ودي حصلت معايا يعني. ما 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 بس اوكي ميرسي دينا. شو بتشوفي حالك فنانة؟ اي نوع من الفن بدك تشتغلي؟ مش اي نوع من المغنى بدك تغني؟ اي نوع انه بتلاقي حالك أنا بالشعبية يعني؟ لا أنا عندي مشكلة، أنا بحب كل الأغاني يعني. لا أنت إذا بتعملي اللاين إليك شو بتعملي؟ لو لا جالي فرصة طبعاً هعمل نوع، لا أكيد مش شعبي. مش شعبي يعني شي ستيل يارا ستيل نانسي هيك؟ شيرين نانسي أكيد. لو ده لو لا يعني لو قدرت إن ألاقي حاجة تليق علي على شخصيتي. فبس لو لقيت حاجة شعبي تليق على 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 شخصيتي أكيد. يعني مثلا لو آية دنيا إليك تغنيها؟ أكيد طبعاً أكيد. أنت؟ هو 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 إيهاب. هو طب أوكي إيهاب مروان أنت؟ إيهاب مروان يلا أوكي قول. لا قول إيه طموحاتك؟ طموحاتك طموحاتك يعني هيكون ايه مثلا؟ لا اسال اسئله كويسه. صعب تعرفي تحط طموحات. لا طموحاتي ايه؟ ان انا هكمل في حياتي بعد 20 سنه اشوف نفسي ايه بالفن. انا عندي مشكله ان انا بيأس يعني. مثلا لو بره ما خرجتش لقيت مثلا ان انا الاقي حد زي ماما مثلا ورايا، لا تعالي نروح لمش عارفه مين ملحن مين وشاعر مين ونروح مكان فين ونعمل ايه ونجري من هنا لهنا ومش عارفه ايه، ما اتحركش. اكيد اكيد مش امك ل يعني مثلا بيجي لي اماكن شغل اقول مش مخلص انا كده مكتفيه بالشغل اللي انا فيه ده، فتقول لي طب تعالي نروح نشوف يمكن يعجبك، فتقوم واخداني ونروح. لو انا ما روحتش معاها مثلا مكان بيبقى رائع وكويس مش عارفه، لو ما روحتش معاها خلاص، لو انا قلت لا وهي قعدت اوكي ماشي خلاص لا خلاص. فانا من النوع اللي هو ممكن ييأس سنه سنتين لو ما عملتش حاجه، تلاقيني مش سنه سنتين اقل كمان تلاقيني بيأس بقعد خلاص بفضل في شغلي اللي هو الطبيعي وخلاص. ثانك يو دينا. نعم شو اخر شيء بتعمليه قبل ما تفلم الاكاديمي؟ قبل ما تفلم الاكاديمي؟ قبل ما افلم الاكاديمي لا انا نفسي اعمل شغله وحده، قطي اشتريت المفلات. قطي اشتريت المفلات اللي بيوعانوا كوكيد يا دينا. قطي اشتريت شو؟ لا عبالي قطش المفلات. سمح الله حسيني فليتي بتفلي. لا سمح الله الجمعة. شو اخر شيء بتعملي؟ عرفتي حالك نومينيه وعرفتي حالك انك فله. شو بتعملي؟ مش عارفه ممكن اعمل ايه. اكيد هودعك وهكون اعمل ايه بس هيك يعني حاجه زي ايه مثلا؟ ثواني طب اوكي طب اي حاجه زي ايه مثلا يعني تكتبي على الفوتو كلها اسمك؟ اوكي كتبت على كاميرا تصوتي مثلا؟ لا يعني مش هصوت انا، ممكن يعني بالاكاديمي كلها اكتب اسمي انا يعني هشتم كاميرا ممكن يعني، لان انا بصراحه ما مش بحب اللي هي الاضواء المعينه على حد شخص معين يعني، حتى بكره الموضوع يعني. يا بطاريه